اليوم احنا نشوف ان الكره في اسيا يالسه من من البطوله هذه يرتفع مستواها واعتقد بنشاهد مستويات عاليه في الدور الثاني صحيح ني حق المنتخبات العربيه المنتخبات العربيه اعتقد الى الان اغلب المنتخبات المنتخبات العربيه حظوظها جيده في في التاهل الى الدور الثاني ما زلنا الى الان كل يعني ما عدا يمكن منتخب لبنان لكن لكن اعتقد باقي باقي المنتخبات تمتلك فرصه فرصة جيدة للتأهل، وبلا بل بالعكس بعضها ممكن يتأهل كأول، ما بي ما بيتأهل كثاني. يعني بعض المنتخبات العربية مثل المنتخب العراقي، المنتخب الأردني أمامه فرصة كبيرة أن يتأهل يعني بيتأهل لأنك لأن بطل المجموعة من, من المجموعة، اللي إن شاء الله منتخبنا يعني كذلك يتأهل، المنتخب العماني يعني المنتخب العماني اعتقد خسارته من من, من المنتخب السعودي ما تقلل من قيمته قيمه فنيه، بالتالي اليوم المنتخبات العربيه حظوظها بجيده وان شاء الله نتمنى ان, إن نشوفهم في الدور القادم في دور في دور 16 نشوف المنتخبات العربيه في هذاك الدور.